سنقرا لكم الزوج الاول. الناس اللي اغتصبوا إرادة الشعب، الناس اللي اغتصبوا سيادة الشعب، الناس اللي اغتصبوا الشرعية من الشعب مازال يراوغوا كأنهم ما سمعوش الشارع، ما سمعوش الشعب اللي خرج بملايين المواطنين رجال نساء من كل الفئات من كل الأيديولوجيات يطالب ب لا للعهدة الخامسة، لا للنظام الحاكم، لا لهذه السلطة، لا للفساد، لا لما يحدث في الجزائر. ولكن السلطة بماذا تجيب؟ تجيب بالإصلاحات، كأن الشعب يطلب الإصلاحات. وآخر لعبة للسلطة، تريد أن تبرهن أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة يمكن إيداع الملف نتاعو للانتخابات دون أن يحضر. في القانون واضح والقانون صريح، كل مترشح للانتخابات الرئاسية لا بد أن يتقدم إلى المجلس الدستوري شخصيا وأن يقدم ملفه شخصيا لممثل رئيس المجلس الدستوري، وأن يستقبل شخصيا من طرف المجلس الدستوري، وأن يوقع الوثيقة الرسمية شخصيا أمام رئيس المجلس الدستوري، ويكون ذلك في مقر المجلس الدستوري وليس في مكان آخر. ولكن السلطة تريد دائما أن تراوغ الرأي العام كعادتها. حضور المترشح علي غديري اليوم أمام المجلس الدستوري واضح أمام الملأ بحضور أكثر من 50 كاميرا، أكثر من 100 صحفي، بما في ذلك التلفزة الرسمية، بما في ذلك جميع موظفي المجلس الدستوري، وألقى خطاب وشاهده الجميع. هو الذي حضر شخصيا، هو الذي قدم الملف إلى الموظف المكلف بذلك، هو الذي قدم 120 ألف وثيقة توقيع للذين استقبلوا هذه الملفات والذين استقبلوا هذه التوقيعات في المجلس الدستوري. ولكن هناك إجراء خاص يتعلق بمدير الحملة الانتخابية. هذا الإجراء بسيط جدا، لا يتعدى أنه بعد تقديم الملف من طرف علي غديري إلى الموظف المكلف بذلك وهو مدير دراسات، يقوم بتفحص الوثائق حتى تسجل في الوصل بكاملها، وبعد تسجيل كل هذه الوثائق تم تسليم الوصل لمنسق الحملة الانتخابية علي غديري شخصيا بعدما تفحصت أن كل الوثائق مسجلة. لم أوقع أي وثيقة، لم أوقع على أي شيء. الرئيس علي غديري هو الذي وقع كل الوثائق الرسمية وهو الذي قدم الملف كاملا. أما الوصل الذي استلمته ما هو إلا وثيقة إدارية تبين أن الملف كامل، وكان الملف كاملا. من نشر هذا الوصل؟ نحن الذين نشرنا هذا الوصل وليس شخص آخر. وبالتالي أقول للذين اغتصبوا السلطة، أقول للذين يراوغون يوميا، أقول للذين لا يسمعون إلى الشعب عندما خرج إلى الشارع وسيخرج إلى الشارع لأنه يرفض العهد الخامسة، لأنه يرفض هذا النظام، أقول بكل وضوح على رئيس المجلس الدستوري أن يتحمل مسؤوليته كاملة، على المجلس الدستوري أن يتحمل المسؤولية. في القانون واضح، من لا يتقدم شخصيا إلى المجلس الدستوري لإيداع ملفه وإيداع مطبوعات التوقيعات لا يمكنه أن يكون مترشح، ومن واجب المجلس الدستوري أن يرفض هذا الترشح. ومن ثم فأقول حذاري ثم حذاري، فملف علي غديري كامل وقدمه هو شخصيا، وكفانا المراوغات، كفانا لغة الخشب، كفانا التضليل. بكلمة واحدة، الذين يريدون تقديم مترشح دون أن يحضر هم الذين يراوغون اليوم، وهم الذين يكتبون في وسائل الإعلام، وهم الذين يستغلون مثل هذه الفرص. ولكن بكل بساطة ترشح علي غديري كامل، والمجلس الدستوري لا بد أن يقبل هذا الترشح، والشعب سينتخب علي غديري يوم 18 أبريل القادم، وسيصبح علي غديري رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الثانية، للخروج من هذا النظام، للخروج من هذا التضليل، لفتح مجال للشباب، لكل الجزائريين بغض النظر عن المعتقد، بغض النظر عن الأيديولوجيا. الفرق فقط قلناه ونكرره أننا لا بد أن نحدث شرق في الجزائر وبين الجزائريين، شرق واضح، هناك الفساد وهناك النزاهة، هناك الناس الفاسدين راهم مع بعض يظلوا في الشعب وما بغاش يسمعوا الشعب، وهناك الناس النزهاء النظفاء يريدون بناء جزائر جديدة. فلهؤلاء جميعا أقول للمفسدين والفاسدين أن يسمعوا صوت الشارع وأن يسمعوا الشعب قبل أن يفوت الأول. شكرا لكم.